we've been. Thank you.
Está en mute. عايز شاير سامعني؟ سكر واحد، معلقة سكر واحد. ايه ده؟ ايه شعر الكلب ده؟ حاضر حبيبي. ده فوت اصلا، انا ما فوتش ايه يعني. الجواز الساعه 9 الصبح خلاص، ايه اللي ما فوتش؟ انا قاعد طول اليوم بره و... ايه ده اسلام؟ ازيك يا اسلام؟ عامل ايه؟ سامعيني كويس يا شباب ولا صوت المعلق اعلى من صوتي؟ صلي على النبي برناردو، صلي على النبي. انت اصلا يعني ما تعملش اي حاجه، ركز في اللعبه بس. مش عارف عصام، المفروض اقول لك يعني مش عارف انا قلت كده هتقول عليا بتفهم ولا لا؟ كسوم الظاهره والله العظيم حاجه زي الخرا، بيضيع كتير. الكارت اللي رهيب مش ما كنتش متوقعه تزعل. الكارت اللي ما صلاح، كارت صلاح ال 92 مش طبيعي والله العظيم، ما طبيعي عشان مفيش كده والله العظيم ما طبيعي. ايه ده؟ الخطه دي كلها بالانسد بس، يعني العيال كلها واقفه في مكانها وخلاص، مفيش بقى ضغط وهبل والكلام ده الا بس الضغط في الالتر اتاكينج. تركز بقى دفاع وهبل دفاع، يعني برضو متوازنه. مين الهبل ده؟ ايه عالي؟ ما هو جنبك.
والله العظيم عصام مضيع معايا كتير جدا في حاجات قدام الجون وبتاع، معرفش في ايه، خدنا فيه عين ولا ايه مش فاهم. صلاح هو اللي رهيب، صلاح لعب بيه 3 ماتشات 6 جوان لحد دلوقتي، اوعى اثبت. مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. بص 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 بص، هيعدي هيعدي انا متأكد. اه شغال مش وحش، بس كتير عليه 300 الصراحة. هلا والله بإسلام عباس اليوم، والله إسلام مرة خرافي مرة أسطوري، والله وحشنا يا إسلام. قول لي بحبك يا اسلام في المرة. بحبك يا اسلام والله. يا جدعان الكورنرات ما بتجيش بقى، خلاص رونالدو تمشيناه بقى، ما فيش كورنرات بقى. حافظ مش عاجبه رونالدو الظاهره اس. هندس ده حكم ولا ايه؟ طيب ماشي يا حكم يا معرس. هات 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 هات. أداما تورولي ما يستلمش في ظهرك حبيبي. ماني الكام تيرا لا ماني كاميرا. ماني الكام ظاهرة قصم الظواهر. ماشي هنشوف بقى حل تاني لموضوع ال حلوة فران. أحا يا أرنولد. يا ظاهرة ماني حلو اه شغال، بس مش 300,000 يعني. الفكرة كلها في حاجة اسمها حوار عرض وطلب. ماني كام لو دخلت الماركت مش هتلاقي مثلا غير 3 بس اللي معروضين. بص يا مافي بص يا مافي. احا يا مافي. احنا فضيت الفرقه فشخ. برناردو بقى في مكانه الجديد مع الشباب. ما انا بعت التاني ده، كنا بعته ب 100 عشان اجيب كارت صلاح. الله يا اتش والله الولد ماني عمل مالي خفيف حلو خفيف، بس مش 300,000 مش 370,000 كتير الصراحه يعني. الاسعار دي كلها هتقع بعد التوتي. علوا جوده اللعب يا شباب واستمتعوا باتش. مشكله الظاهره رونالدو انه جاء في زمن اتش. يلا بقى نديها واحده الترا اتاكينج ونضغط. انا خايف الضغط ده يفتح مساحات ورا، مش عارف انا شايفها شايفها كده كويس عصام ولا ايه. قصام الظواهر على قصام العلم والايمان. يخ عظيم خرف فشخ مش عارف ايه. روبي كين كنت بعمل بيجي قلق عن كده. لا 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 فلاحين قوي الجوان دي. طب كسبت فيه 40 اه 40 اه حلو. زمان كنا جايبينه ب 70 تقريبا. هو لعب لعيب مش باتمان. ليس بيزو ماني اللي شفناه ده مش بيزو. احنا بيزو ده اقطع 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 اهو لسه بيتكلم عليه يا ابن بتسخنوا علينا ليه؟ طيب ما هو ساكت. وليس ساديو الذي نعرفه ده بيهاجم بانطونيو فعلا. احا عايز انا ايه ده قله ادب دي؟
ده ما ترولي هيحط جون، هيحط جون فشخ. تراوري الفينل بتاعه احلى من الظاهره. ايه ادام تراوري اه. تمام مادونيا. ابلع يا نير. حرام والله. بوميانج جولد، وماني جولد. ديلو الثلث الاخير من المباراه يبدا في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقه. أداما ملعوبه الى ساديو ماني، تمريره غير دقيقه. عايشة كانتي يا شباب الجميل. ايه البنج الجميل؟ ايه الجمال ده؟ هيخش في الخطه. اه طبيعي انت شايف القرف. ايه القرف؟ انا بحب بلعب بيه ده. جدعان ننجز بقى القرف ده. بالانس دي يا عم هتفضل. سعادتك جيت فور العب يلا. في هذا المكان ركنية تلفت من بول بوبا، كانتي يتدخل ويبعد الركنية. بوباميانج هدف في اخير اليسار، بوميانج الكارت الجولد. تمام والله العظيم زي الخرا، والله العظيم زي الخرا. احا الان تاتي فرصه لهجوم مرتد، هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافعين بعيد. جون طبعا فسخ. انا هقطع الكره من حد بيقعد يحنكس كده. قسم التكتيكال والله العظيم حاجه وسخه. محاولة
ماشي حط جون. ماشي تمام ماشي تمام. ده تراوري بيمينه تمام. لعيب صح، لكن ده نقطع احنا منه بقى الكورة. ثم الظاهرة والله العظيم كسومين امي. واحد بيلعب بكروت كلها جولد عامل معايا كده احسن. ما بعرفش العب من عيب، ما بعرفش العب. على المرمى اعتقد في رايي ان التدخل الدفاعي ممكن تاثير كبير جدا بالتالي عدم التموج من التسديده. محمد صلاح مايكل انطونيو هذه كره هدف له حتى تقليص الفار كم متاخر لكن كانت المباراه لم تنتهي بها حتى الان الصفر النهائي في اللحظات القادمة. تمريرات كثيرة في وسط ملعب الفريق المتقدم في النتيجة محاولة إلى الإبراد من النتيجة الحالية. تمريرة بعد تمريرة بعد تمريرة. هذا الكلام انظر إلى كرة القدم الآن. الحكم يعلم دقيقة من الكرة البديلة محمد صلاح. أوه في الدقائق الأخيرة انطونيو نزل اتنين اسيست. كسوم رونالدو يلعب كسومك بقى. خرا مجنولة وكسولة وفشخولة. ساديو ماني ساديو ماني سايد حكم. شعبيط قدام تراولي ما تفنش بيه اصلا. قدام تراولي الشوط بتاعه وحش جدا. هو جاب جون بيه كده يعني. هو ابو ميانج اللي خرى. طب ايه ده ايه طيب في ايه وبعدين؟ ماني 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 يا جوووو. اوعى يلا بدون انت يا
مش عايز اوصلها ضربات جزاء. اخ فشخ. ما فرقته تعبانه اه بس مش عايز اوصل ضربات جزاء فاكس حرام يعني كل ده يعني حد يخلص. بس لعيب عصام البنج عنده خفيف او عارف يتحكم في العيال جامد. حلو انطونيو حلو انا اللي خول حلو. يا عم والله العظيم ما ده اخد الكرة بس ربنا يسهله ابقى هاجم. انا جات لي كذا فرصة عبيط وضيعتهم. لو حد قدامك بيلعب كده اصلا مش هتعرف تاخد منه الكرة. ايوه لو عدت هي يا حسام. ايوه كرة دي جون. عبيط انا برضه ربنا يستر بقى يا عم. بضغط بالمربع والله بيعدي. والله كنت حاط في النص. ما انا بقف في النص يلا قص امك. عايش انطونيو. هي يا صاحبي ما تقلقش. مين الواد البيضان ده؟ والله رحت لها يا شباب. ايه يا حسام فينس مع جرينا اهي. يا اليسون سيلنا يوه احا. مين ام كده يا جدعان والله العظيم.
هايس يا شباب. بس ماتش ولا حاجه يا عم، انا خاول انا ابدا عمال مكسكس الماتش كله جاي اركز وهاجم في اخر هجمتين كده. جيت المفروض كنت اكمل بنفس الضغط الاكسترا تايم. خير خير. قاعدين بقى في البطون ده. يا عم بازينا يا عم بازينا والله يا عم زينولا. حلوة جون، حلوة فشخ. مين نيويتش ماله؟ معرفش برناردو سيلفا ايه اللي انا ملعبه ده والله العظيم. عايشة كانتي والله، عايشة كانتي فشخ والله العظيم يا ابني. ماشي كانتي والله يا وحش. يا عم برناردو خرا بقى، ايه القرف ده؟ ماشي نيك اح الظاهرة. اه عم الله يرضى علينا وعليكم بقى. الظاهرة اه يا عم في ايه يا جدعان؟ ايه الهبل ده؟ ندافع نخسر، نهاجم نخسر. اروح العب السلم والتعبان بقى.
طبعا كان دريفا ده جامد نيك طبعا. عم بقى طايم خربة بتاعي ده دوسة واحدة بتروح عادية يا عم اصلا. ده طبعا يسيلها تمام. عايش يا برناردو ذوق يا ابن الوسخه من اللي انا ضايقه. طحها بقى ثم قال جنولا شبه الهجمة. Thank you.
هاش فرون خلاص كلها قطع. انا هعمل ايه؟ خلاص عم اوعى بال عن دين امك بقى. هبل 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 اهو كده اهو الدراع. انا اقعد نعمله فيه كده نعدي عدي اهو جاي. جميل اللعب كده. اللاعب يلعب لوحده حلو ده. طب ظهير انت بالسلامة. يا لعب يا صاحب. انت مزعل نفسك ليه؟ هي صح دي ما دخلتش جون يعني. انت ما تهكت فيها اللعب كله الصراحه. يلا صح يلا يا سلام. ولا هتخلي في نفسك اي حاجه. كويس ان انا خسرانين 600 بس. 600 ايه؟ في مش فاهم ايه 600 ده.
سوالب ايه؟ ايه السوالب ده؟ سواب؟ سواب اه. الماتش الجاي ان شاء الله نبقى نلعب عادي. هنشوف الدنيا ماشية ازاي. يا ريت يا عم اقول تاكتكس وانستراكشنز وخطط واللي انت شايفه. شايف الخطه دي زي الخرز صراحه يعني، والاتنين قدام اخره واخره يعني. اللعب صعب اصلا من العلم، مستوى ابن متناكة يعني. ماني الكام وماني الضحك الخام. اتفضل يا سيدي، هذه الأربعة 2-2-2. الإنجي جبتها. الويتس 50 يا عم، ما هي نجيم قدامك وانت اعمل ايه بس. بريشر افتر بولوس او ماشي. ايه تاني؟ الدبس 30. فاست بيلد اب خرا اصلا، بيخلي الفريق يطلع كله مره واحده. بس ماشي، دايركت بوس ماشي. بلاير ان بوكس 3، كورنرز 2، فري كيكس 2. ماشي. انستراكشن جبت من قبل ما تقول. اكتب انت بسرعه ورا بعض، انا كده كده الكلام بيظهر عندي قبل ما يعني اكتب انت كله كده ورا بعض وانا هعمله، هتلاقيه قدامك بيتعمل يعني. ماشي، ستي باك معمولين. ايه سيت اب ده؟ اه حلو سيت اب ده، تصدق اول مره اشوفه. ديفنسيف بوزيشن، ستيك تو بوزيشن، ستي ان يور فورميشن بوزيشن اون اتاكينج سيت اب اند مارك اوبوننج اتاكرز تايت وين زي ار فري تو ريسيف ا باس. حلو ده، نايز رايز دروب بتوين ديفندر. يا عم ما كنتي دروب بتوين ديفندر اهو، وكانتي بالانس، كانتي خرق قدام عصام يعني. برناردو سيلفا بتجيله كورة اتنين قدام، بيبازي باص حلو، بيشوت حلو، ده كانتي قدام خرق. والاتنين كفر سنتر ماشي تمام، والاتنين كفر سنتر اهو تمام.
كاتف يا عم، مش عايزينه يكاتف يا عم. انا شايف العيال بتعمل ايه، بتقعد تحنكش بالكره وبتبعد عن اللعيب، ناقص حد يبقى يساند في الهجوم قدام. بس كان سيب كده، لو برناردو خرب الماتش ده هنزل رايس عادي. انا فري روم، انا عايز ناس تقطع. ماشي يا حاضر، هجيب صلاح في روم، روم وماني في روم، والاتنين اللي قدام بيسيبهم زي ما هم، ما بنعملهم ايه. شايف جنولة والله ينزل فول سيت استلم، والعرس ده يجيتم بيهايند بالانس ده اكيد. ستيك تو بوزيشن، دريفت وايد، فري روم. لا انا هخلي جينولا فرصة ايه تنزل يستلم. جينولا كده كده اي حد بيقطع معاه بي يا حاضر. ما هو اتفضل، جيت ان بيهايند، حاضر جيت ان بيهايند، الاتنين جيت ان بيهايند. اوكي عملت خلاص اهو تمام كده كونفورم جيم برين. انا عايز بقى ايه اظبط الاتاكينج. في خطه في دماغي انا بحبها انا اعملها. مروان ده هعمل ايه؟ مروان حط ماني كام؟ هو ماني الكام بكام؟ استنى في حاجة نسيت اظبطها.
دروب باك ايه بس يا عم الحاج، يلم لساني ماتش يا عم. حاضر هيلم لساني، مش هغلط ومش هعمل اي حاجه، وساكت ومحترم اهو، هادي والدنيا جميله. افطر بولوس 102 84 بنجات جميله. اه كين بقى وبامبا وصلاح الجولد افشخ من صلاح اللي معايا. لا صلاح اللي معايا جميل، الجندوزي بقى والشباب وفودن وسميد وطبعا الحارس ده سانشيز ده جامد طبعا. مدينة مدينة يونايتد. لا اسلام عباس فين؟ هيطلع من الماتش عايز فشخ، لكن لا ما يدينيش مثلا الماتش فري وين، لا اطلع من الماتش. كوميونيتي معرس ده الماتش، نخلصهم كده في الانجاز، نخسرهم كلهم ان شاء الله، خش نفتح في الجوائز بشكرا زي الفل. انا اقصد ضن هو مايك كام كام او ولعب لعب عوار بقى ومبابي وريناتو او طبعا كالكولاس كله عالي عليه. ميسي شال كامتين وتاني بس احنا ناقصنا، انا عرفت احنا ايه المشكله، عندنا ناس امبابي فالفرقه مش بيحب احسن. ماله في وقت؟ الله الله الله، ده فري وين ده ولا ايه؟ اديني اديني الظاهره 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 الظاهره. لعيب لعيب، فكك فكك، الظاهره لعيب. يا ظاهره يا ظاهره، مش طبيعي جامد الظاهره برضه. لعيب لعيب الولد قال لك بس ده الظاهره وجنول عنده، قال لك الواد ده جامد، الواد ده جامد عليا. شفت الظاهره حطها في الجون ازاي؟ فينيشر وعدى العيال، العيال وقعوا في الارض من كتر ال 10 ماتش ريميننج. ازاي ما ده ما اتحسبش اللي فات ولا ايه؟ اللي فات ما اتحسبش يا شباب ولا ايه؟ ثانيه كده، المهم شباب كان 10 ماتشات، كان 11. تمام اوكي اوكي فكك مارو وش هاني. انا بضنت من لعب الطقم مع رأسة، خلينا في طقم اللبن يا جميل. ماشي طبعا الفرقة دي طبعا بقى فشيخة، مش عارف بس حاسس الواد ده هيشمطني فري وين برضه، مش عارف طبعا هيبقى ماتش بدون شباب. في لعب لعيب، الواد ده لعيب. يا عم اقعد بقى عن خربت التيشيرت، يعني جاب صلاح كارت فشيخ فشيخ. برناردو ايه؟ محد فيك الثقة. ماشي يا كوكو، ماشي يا كوكو ضعيف. يعني وسط الشباب دي كلها برناردو سيلفا هو اللي بقى قدامنا. سبحان الله، عاش على برناردو والله. حلو 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 برناردو. من الكب ده كانتي اوكي. لعيب الواد ده لعيب قوي بقول لك، هيطلع ولا ايه؟ طب قبل ما يطلع نحط جون. يلا صلاح هتلعب بره، هيطلع تطلع ولا مش هتطلع ولا ايه نظامك؟ ملعب جميل. الكرة رمية تماس. طب ايه؟ لاعبين كرة هجومية، انطلاقة هجومية من جانب يسار.
يا ماني. طب يا شباب مش عشان يعني عشان الشباب لا، انا بلعب على فكره دي البالانس بتاعتي اللي احنا بادئين بيها. انا جنولة الصراحه مش مقتنع بيه مهاجم صراحه، جنولة بنج بيأدي احسن. الواد ده لعيب بقى. مع الارض اتش ماشي. عاش رونالدو من فكك، بص التمركز ايه، الكرة اتخض يا عيني. يا فان دايك يا فان دايك عبوطة دي. عايش على مافي راجل، لا راجل، لا مافي لا راجل والله. خر والله العظيم خر. اعمل حاجه بقى بمنظر امك ده، يلعن ميتين اهلك ده العظيم، اتحسد اقسم بالله. ايه الخرا ده؟ والله العظيم انا بني ادم متخلف، والله العظيم انا اخري اروح اقعد على القهوه. بص بلعب بطأ تكتيكيانو جون طبعا. قلت الصراحه انا يا ابني انا سعيد من راح ده الكارت الفوت تايد لاينرز. انت حمار حبيبي. والله العظيم فعلا عندك حق. والله العظيم عندك حق يا عصام. طب وهي ايه؟ يا عصام انت مش شايف الفرقة عاملة ازاي وانا بلعب ازاي؟ فكك لسه يا صاحبي عادي. هلعب روك ما كده بلعب ايه لبوة. انت شفت اي ترقيص او فين الفنتات اللي انا بعملها؟ فين انا بلعب عادي خالص، عمال اهو عمال مركز عشان دي ماتشات مهمه والنهائيات وبتعمل ايه؟ طيب ما بص يقطع بقى لو انت ذكر يقطع. ياخدها مني طبعا. نلعب بالخطة بتاعتك كده ونشوف انت ماشي. الظاهرة ايوه ظاهرة المتناكين كارت 94. والله العظيم ما اديله 74 والله العظيم على اللي انا شايفه منه ده. عايش يا كانتي. صح 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 ثبات غير دقيقة في ركن الكرة. رونالدو كرة مرتدة في هذه الكرة
سمك والله العظيم، والله العظيم كنت سمك بجد والله. بص يا سامع، الماتش ده مش هيخلص الا في انتاج، الماتش مش هيخلص الا لو انا فنت ورحت حياتي واحده واحده، لكن هبد وسرعه وهبل لا مش هيجي. ماتش سهل ازاي اصلا، العب عبيطه كلها، بس انا ما بعرفش العب، انا فعلا حقيقي ما بعرفش العب. مش عارف انا محتاج ايه، بس انا ما بعرفش العب. عادي والله ما تفرق معايا لو خسرت 10 ماتشات من الباقيين كلهم، قسمها في تيزها عادي يعني. انترنت كونكشن كويس، سكنت نوتيفيكيشن تو بوستات جيم بلاي. يعني ايه؟ مفترض انا فصلت ما خدتش حاجة يا ابن العرس. عايز ايه طيب انت؟ اخش نايم، عاوز اخش نايم وانا هقفل الجيم بلاي، ملهاش لازمه الصراحه تحرق دمك، ده حاجه قرف يعني. سلام يا صاحبي.